مساء الخير عزول في اللون، السلام عليكم. بونسوار اند جود افترنون. اليوم جيت باش عندي واحد دخلت في واحد النقاط، يعني ماشي زعما نقاط هكذاك باش نهضروا عليهم برك. هذاك سي اون ديسكوسيون كيما يقولوا، ان ديبا، حوار زعما كيما هاك، ولكن ماهوش داخل في اطار زعما الحي العريق ولا، باسكو الناس بزاف تستنى برك برك كيما نقولوا على حاجه على الحي العريق، وما دابينا زعما كي تفكرنا شي حاجه ولا واحد فكرنا في حاجه نعاودوا نقولوها، ما كاش مشكل. الحي العريق سي ان بروسيسوس كيما يقولوا يمشي، يعني ديناميكيه ما تحبش كاع. كاين الناس اللي صرا لهم تجارب في الحي العريق تاع لاصيه ويقولوهم، الا ما نجموش يقولوهم يقولوهم لي، ولا ما بغاوش نعطي اسماواتهم ولا، ما كانش مشكل تاني، ما يا با البروبليم. احنا بينا غير برك ما يحبش الحوار هذا. ما كان اليوم جيت عندي واحد 3 ولا 4 نقاط نوضحها، يعني للأسف الشديد احنا بقى لنا برك اللي يجي يدروك وراء الشاشة هذه يبقى غير يتكلم على المشاكل، يبقى يتكلم على أشياء يعني لا محل لها من الإعراب. نورمالمون حنايا نقدموا نزيدوا نقدموا نهضروا على كاش حاجة اللي حنا نقولوا كل واحد عنده رأي فيها باش تقدم البلاد. حنا نقولوا لو طو دو كرواسونس كيما يقولوا، الاقتصاد الجزائري كيفاش راه داير، ولا نهضروا على كيفاش نستعملوا الصحراء دروك، باسكو سمعنا بلي الصحراء راهي مليحه فيما يخص الفلاحه، وكيفاش نعيشوا بالفلاحه كنموذج يعني واكتفاء ذاتي كنكونوا باش نكونوا قوه. يعني هذه هي، هذا هو من الاشياء اللي مادا بيا انايا نذكرها في الاخر في الفيديو تاعي. ولكن للاسف يبقاو لنا بعض النقاط، يعني يكون ما نلتهوش بمشاكل ما نجموش نصيبو حلول، لان الحلول مرتبطه بالمشاكل بطريقه وطيده جدا. سي لو روفر دو لا ميداي كيما يقولوا. على كل حال سو نبداو بواحد يعني واحد الالتفاته غير صغيره هكا كنا نهضروا عليها، من بعد يعني ماشي ما تقول انت يا برك خاطره صغيره هكا، هو في الملحون على كل حال، ولكن صغيره هكا نبداو بها ومون نحلوا شويه قبل ما ندخلوا في كيما يقول لك في خرق النطاع في المساكر. يعني كنت نقول انا يا هم شقايه اللي مني، هذيك غلطه. ثم الهم تاع الشقا تاعي اللي انا صنعته، هذيك غلطه. بصبري وتوسالي وبالمولى يحن الباس. تسمى كي نصبر انا ونتوسل قال ودينا غلط وكداش من هذا، مولايا ولازم هو برك. ما كانش حاجه واحده اخرى، ما يكذب عليك والله غير يكذب عليك. تنجم تحشمو بالرسول، تنجم تحشمو بالانبياء والمرسلين الصالحين قدر، ولكن بينك وبينه ما كان حتى حجاب. يعني روح تكلم برك. الو كيما يقولوا هم شقايا اللي مني، هذيك غلطه، هذه غلطه، الغلطه كاينه، وبصبري وتوسالي ان شاء الله وبالمولى يحل الباس. راحوا اللي يجمعوا الشمل وخلاو وراهم ترايا، تلوم الغايب وتزيد الحمل. مشكل كبير هذا، يعني خصنا نحبسوا. عندي واحد سمحوا لي عيطوا لي في الدار، يا عيطوا لك تاكل، يا عيطوا لك تخلص الكرا، ولا تخلص كاش حاجه جات، كاش قال يجيب لك كادو، ولا شفتوا لو بابا على قول لي. بون كيما قلت انايا هذا كان مش قايا اللي مني، هذه غلطه، وبصبري وتوسالي وبالمولى يحن انه يحن الباس ان شاء الله. الكل واحد على كل حال، الكل مؤمن. راحوا اللي جمعوا الشمل خلاو وراهم ترايا، تلوم الغايب وتزيد الحمل. سي مالورو مي فو ديكرير، فو تيمواني هاد الحوايج هادو اللي راه مصراو، يعني اللي راه يتبدل بهم، اللي راه يتبدل بهم المجتمع نتاعنا. لازم نوصفوهم بهذه الطريقه. على كل حال ما كاش طريقه اخرى نوصفوهم بها. هذه دخلنا به يعني ماشي متشائم، ولكن حلو شويه زعما.
الورا بديت نبدا نهضر. اول شيء نبدا نهضر به هو هذو العلماء نتاع الميدل ايست، هذو كيما مويا نوريون، هذو اللي يدير هذيك الاخرى وهذيك التمسخيرات تاعهم هذيك والاخر. برو راهم يدير شي يبغي، يدير شي يبغي. عندك شتا ولا شعبنا عنده واحد طريقة العيش نتاع الجزائري ماهيش كيما طرق العيش الاخرى. اوني دي جون سبيسيو، اوني دي جون، حنايا يعني ناس مختصين خاصين، يعني احنا نقولوا متميزين. هذا هو الفكرة اللي كنت رايح نعطيها لكم. وهذا التميز هذا رد عندنا احقاد، ناس يحقدوا علينا، ناس يغيروا منا، ناس بصح معليش معليش باسم الدين، وحنا ناس يعني عندنا مكارم الاخلاق، وحنا ناس كرماء. انا كي نهضر على جميع الجزائريين، وانا عارف روحي شنو راني نقولها، انا عارف روحي. ولكن في نفس الوقت شعبنا نظرا لجهله لامور، ونظرا لجهله التربوي، نظرا لجهله الاخلاقي، نظرا لجهله لامور الدين، يعني حتى امور الدين لا يعلمها، لا انه يجهلها. لو كان يعلمها لا خصص لنفسه نقولوا نوع من يعني نوع من يعني لا حط المبادئ الدينية نتاعنا حسب الوسط نتاعنا، وحسب نمط الاستهلاك نتاعنا، وحسب اقتصادنا، وحسب سياستنا. هذا هو ديننا، هذا هو الدين. اقول لك الدين للناس قاع كاملين، والدين ما كانوا الزمن. اني فاهمك، اني فاهمك اخويا. اولا كيما هكا انت علاش ما تفطر على 8 تاع العشيه ولا 7 تاع العشيه في الجزائر، وخوك في لا هونغري ولا في هلسنكي ولا بيتابست يفطر على 11 تاع الليل؟ فهمني فهمني. كاين ضوابط وكاين اختلافات، ولكن هذا فيما يخص الفلك وكلش، راه كاينين الناس هما اللي يقولوا ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش، وانا يا راني معاهم 100%. ولكن يوجد سكون ابل حنايا، يوجد ماهيش خصوصيات، ولكن أهم اشياء مهمة على اشياء اخرى. داكور الور، دروك انت تجي وتعطيني يعني حلول فيما يخص اشياء اللي باينه تاع الامه وكلش، راني معاك راني معاك. انت تجي دروك تقول لي كيفاش نصلي، ما رانيش معاك. شفت امام انايا، شوف شباب ماشي شباب، نروحو عنده لحية ما عندوش اللحية، عنده باربيشات ما عندوش، يدبر راسه، هذاك الوصف نتاعو وحده. ولكن الكلام عندما يلقي الكلام فتحس أنت يجعلك تحس أنه فضل غليظ القلب، والله العظيم تشوف وتكره. دي قوتها دي قوتها قاع، ما تقدرش تدي منه أي حاجة ولو كان عالم. بس علاش؟ الطريقة التي يلقي بها الخطاب ليس طريقة توالمنا حنا الجزائريين. حنا رواح ليا بالعقل، بهذيك المكارم الاخلاق، او تدي كاع شا بغيت. ها راني لابس عبايه تديها داكور، ولكن يجي يقول لك ويجيب واحد الطريقه الصارمه، وهذاك الاعتقاد نتاعو الصلاه باطله، باطله الصلاه نتاعك الا كنت تصلي قاعد. ويلي، وانت اش تدخلك اش تدخلك؟ المهم في الصلاة وهي النية والخشوع، التقرب إلى الله. صح تكلم معايا هكا وتقول لي، ولكن الصلاة شيء شخصي جدا جدا جدا. تجي انت تقول لي صلاتك باطلة لأنك تصلي قاعد. هو أنا نصلي قاعد غرضي؟ هو أنا مريض كما أنا بار اكزومبل؟ عمري لا صورت بلي على 57 عام نصلي قاعد، بغيتو ولا كرهتو. هذه هي، هذا هو الصح. ولا نشرب دواوات، ولا يعني خليها على الله. واو ولا لا، عاد مازلنا حيين الحمد لله، ونامن بالموت ونامن بكلش. ما حسينا كاع وقتاش رانا واجدين على كل حال. ولكن كيفاش تجي انت وتقول لي صلاتك باطله؟ شكون عطاك لا فاليدي انت؟ انت فاليدي انت؟ وكاع ما صلاش الانسان كاع قبل ربي،
شاءً يغفر له وشاءً يعذبه. وانت تروح تب ما نعرف قاع باشو يقول لك فوت ياك، فوت تنحرق نظرا لقلبك وما بداخله، ولو اننا لا نعرف ما داخل القلوب. يقولوا هنا عندنا بالعاميه يقولوا قلوب صنادق، بصح لازم تتفهموا يا عباد الله اللي راه جا من هذاك المويه نوريون ما هوش مليح لينا، ما هوش مليح لينا. علماء يدبروا لسانهم، الازهر وما شابه ذلك من يدبروا لسانهم، دبروا لسانهم. هذوك يتبعوا السياسات تاع الدول اكثر من يتبعوا الشريعه والدين والامور هذيك، داكور. حتى فيما يخص العلاقات الانسانيه ما قدروش، مازال قاعدين في الاشياء القديمه بعيد بعيد بزاف، كي تشوفه قديم قديم راه غادي يعطيك واحد حاجه اكثر من نواري بلون من تحت ليه 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 كحله كحله كحله، راك فاهم. الوغ دوك نبه خاوتي، وليس بقولي هذا ليس انني اجهل في الدين اشياء، ولا لا اتكلم باشياء الدين ولا في الفتاوي ولا في الفقه ولا في انا تاني قاري، ولكن مانيش قاري حسب احنا نقولوا باش نوصل نوصل امور الدين. يعني اللي خاطيتني نروح نسقسي عليها، ولا كنت شكون تسقسي مع من تهدر، قاع خيان، قاع خيان ومنافقين الا من رحم ربك. الحمد لله يا ربي راه عندنا. شوف لا بغيت تتبع الناس المغرب العربي، انا نقولها لك والله العظيم، باسكو هذوك الاخرين يحسبونا اوروبيين، حنا ما اوروبيين. اذا قالوا باللي عندهم الرساله الدينيه ومنا تطاطي، علاش ما رسلوش وفود، ماشي وفود نتاع كلوا شربوا ولبس، لا وفود تاع هذيك تاع الهجره والتبليغ. هذه كانت كاينه، هذه وين راهي دروك؟ هجره والتبليغ، ناس كانوا يروحوا للجامعات يهضروا مع الناس. باسكو علاش الاسلام في بعض انحاء العالم وصل ناقص؟ كاين الناس في باريكزومبل في هذو لي ريبوبليك، هذو الجمهوريات، هذو اللي طلقهم الروس، هذو اوزبكستان واستان قال لي فات باستان، هذوك كاين اللي يعرف غير الصلاه ما يصوم ما والو، قال لك انا الاسلام هذا الحقني كيما هاك، الحقني في الصلاه وها الصلاه كي نصليها. تفهمنا ولا لا؟ كاينه هذه كاين. من بعد نروحوا نشوفوا ندخلوا بلاد واحده اخرى، من جيت التيبي ولا من جيت هذوك المغول ولا من جيت لاشين، يقول لك حنا لحقنا غير الصوم، حنا الصلاة ما عرفتش تاهي الصلاة، ما يعرفوش يصابا. وتروك انت راك تجيني تقول لي ودي صلاتك باطلة، يا دوبك الناس راهي تصلي، الناس راهي تصلي الحمد لله، خلي الناس تصلي يا خري دار امك، وتزيد انت يا تزيد عليهم على ما بيهم. ناس مشاكلها ما كلتها ما لحقتهاش ما لحقتش الشري لولادها ما لحقاتوش، تجي انت تجي تقول صلاتك باطله، روح قولها لسيادك، روح قولها لسيادك. المغرب العربي بعيد عليك، بعيد عليك. نو المغرب العربي عنده العلماء نتاعو، عنده العلماء، وكل عالم ينطق باسم عالم نتاع الشرق الاوسط اوفسيت، ما نامنش به. باسكو شوفوا كيفاش راه ينحرق الشرق الاوسط، شتو كي راه ينحرق. علاش راه ينحرق؟ ما عندهمش الزهر ولا قطع عليهم ربي كيما هاك؟ راه ينحرق بسبب الخدع والدغينة اللي فيهم، خداعين ما يبغوش بلادهم، ما يبغوش الدولة تاعهم، ما يبغو والو، يبغو غير واحهم، يبغو غير واحهم. من رجل الدين حتى راهم عايشين في القرن الرابع ولا الخامس قبل الميلاد. هذوك انا خبرك والله العظيم، نجي انا يقول لي نتايا صلاتك ماشي مقبولة ولا انا مريض من ضرورة، انا من العرقلاسة ما قدرش نوقف، انا قدرش نمشي نقدرش نوقف. تي تقول لي انت ما تصل ما 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 ما, 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 ما قول اللي يقدر هيا لا فاليديتي، واللي ما قدرش فلا جناح عليه. هكا نتفاهموا،
بصح تجي تقولي انت يا صلاتك باطلة، الكلمة هذه بعدا تخوف الناس، انت تخوف، كلامك يخوف، الهضرة تاعك تخوف، ما كاش ضحكة. بصح كون جات في واحد ماريكاني جاي يهضر معاك ولا هكا السمايل، هكا السمايل ياك. بصح احنا لا، عيب عليكم، عيب عليكم بهذه القابلية للاستعمار والمستعمر. تموتوا على الرجل الأبيض، تموتوا عليه، الله ينعلكم، حاشا اللي ما يستلهاش فيكم، الله ينعلكم. وهكذا أقولها بملء الفم. يعني ما كاينين، كاين البروفيل، تعرفوا بروفيسور دواق، حمون هذا دواق، الله أكبر. كاين سمعوا، تعرف لو كور تاعي كاع يبدا يكمصا يعطي واحد لينيرجي بوزيتيف. هذا السي دوق، وبارك الله فيه، هذا السي دوق. وكيما راكم تشوفوا دروك، والله العظيم كي راني نهضر عليه راه يجيني واحد الشيء يعني غريب جدا. ياه، قبلت ما يقول بالطريقه البلاغية، ومن طريقة من طريقة الحوار والأداء والعقل والأخلاق يعني المرجع التاريخي والمراجع الفقهية وفلسفة الإسلام. الله أكبر. تعرف جو سون بلي إنسان راه يخيط، راه يمزج بين هذا المعاصرة، الوقت الصعيب اللي رانا فيه، راك فاهم، وما معنى الدين في خصوبته، وفي رونقته، وفي معناه للتجاوب مع الوقت الحاضر. هذاك واه نجمو نقولو باللي هذاك مساهم بطريقة جدية وكبيرة جدا في إحياء الدين. فأكون فاهمين، يعني il est en train de restaurer l'islam en fonction du vécu. رانا عايشين واحد الوقت تصنع، وقت الخوف، وقت الجشع، وقت البغي، وقت القوة، وقت الطاق على من طاق. يعني ناس تهدر على ناس وتقدس ناس أكثر من الله، وناس ما عارفاش حق الله. هذه نعرفوها، هذا شيء ظاهر، هذه راه كل يوم انا نخرج ونشوفوها. انا عايش في الخارج، ماشي راني نشوفها، راهي تمشي كل يوم. بس علاش راني عايش في وسط الناس، ماشي زعما مغاربة، ولكن عندهم نية، عندهم العمل، عندهم اشياء يعني اللي تتوافق والمبادئ تاعنا احنا. ولكن تحس بلي انه الجو هذا جو مغلق يعني لآفاق نتاع الآفاق ذهنيات يعني كيما يقولوا احنا نقولوا الذهنيات الروحية، لا سبيريتواليتي. ما كانش باغ اكزومبل تروح له خدمته ويموت، يقتل روحه. باغ اكزومبل مات واحد ولاده، ما يقولش انا لله وانا اليه راجعون، ويرجع لربي ويزير عليه الامر ويصبر. لا، يقتل روحه، يروح مع ولده. داكور، شوفوا يعني لا ديفيرونس، كاين غرون ديفيرونس. يعني حتى ولو كاين يعني الاشياء هنايا، عندهم الكنائس، عندهم بزاف حوايج، ولكن مختلفين علينا بالبزاف. وليس بشيء السهل باش انسان يعيش بدينه ويعيش بمبادئه، الا اذا كان انسان متعلم، اكفاهم، الا اذا كان انسان متعلم واصل باش يعيش يعني في اطار وفي ظل رضا الله في دول ومدن كيما هذه. حتى هذا العلماء هذو اللي كنا نهضروا عليهم دروك قالوا يا ودي حرام تعيش في الخارج، يا حرام نعيش معاك، حرام نعيش معاك، مانا الخارج قاع راه مهنيني ترونكيل ويسمحوا لي نهضر لهم على الدين تاعي.
تحاورت مع بوذيين، تحاورت مع صعاليك، مع ناس اللي ما تعرفش كاع بالإسلام. التالي فيهم زعما اللي ما اقتنعش كاع ما اقتنعش يسكت، ليس له ما يرد على ما أقول وما أقدم. بصح في بلادنا تحل فمك يضربوك. ايه، كنت نهضر ديك الساعه، كنت نهضر مع مولات الدار كما يقول مرتي، تقول لها لك تدخل الجزائر، روح للمسجد اللي يكون فيه السي علي بالحاج ونقول له يا ودي شد السبوعه تاوعك مشعرين هذوك، شدهم ولينا تحاور ونشوفوا الغلطات نتاعك اللي درتهم نتايا، وماذا النضج السياسي نتاعك انت وفكرك انت. ليس رجل عند ما كاش راجل عنده يعني قسوه وعنده حقد ضد هذا النظام الفاسد كيما انا، ولكن ينتمي هذا الرجل الى النظام الفاسد لانه طبق اجندا ومشروع النظام الفاسد بدون ان يدري. لماذا؟ لانه كان له غشاء الجهل. باسكو الامير عبد القادر كيعرف باللي غادي يموتوا ماليه، غادي يموتوا بزاف وفرنسا ما ترحمش، غادي يستسلم. قال لهم ها عبد الكريم الخطابي في لا ميم شوز، سينو فرنسا كانت معوله تطلق عليهم كاع الشيميك، تقتلهم كاع، جينوسيد كبير. ما كاش لي سالها داكور. الو عبد الكريم الخطابي لديمومة قبائل الريف نتاعو فقد قال له انا جروندي، معليش ما توشيهمش برك، هذا ما كان، هذا هو الشرط الاساسي. وخاوتنا الجبال الاسلامي الانقاذ شدارو طلعوا الجبل، شحال مات من واحد؟ 200,000 اللي قالوا عليهم هذو الاحصاء، شحال ديسباري؟ 14,000. مازالوا النساء دروك يبكيو على ولادهم اللي ما عارفينش لا حيين ولا موتوا. هذا يعقل يا سي علي بالحاج؟ هذا يعقل؟ عرفتوا كيفاش فهمت دروك؟ راك فهمت؟ ما تقدرش تجاوبني على هذاك الشيء لانك طرف في هذا المشكل. ولو أنه ليس حوارنا اليوم، ننتقل إلى فيلسوف آخر، وأنا نسميه فيلسوف إلا وأنه هو بنك من المعلومات، وهو مغربي على كل حال من المغرب الشقيق، اسمه عبد الواحد وجيه. أوكي، سو عندكم دواق حمان دواق بالجزائر، وفي المغرب عندكم عبد الواحد وجيه. مدى بكم، بارك الله فيكم، يعني مدى بكم، يعني لا كون تروحوا يعني تشوفوا هاد الشخصيات الاثنين في اليوتيوب وسمعوها مواكبة العصر، لانه الوقت هذا اللي رانا فيه راهي كاينه غيره كبيره ومقت كبير ضد المسلمين، ولا ضد الناس الضعاف، ضد الناس الضعفاء. وشفتوا كيف واش راه صاري في السودان، واش راه صاري في غزة، واش راه صاري في اطراف من اسيا واطراف من افريقيا السوداء، واش راه صاري الوقت هذا. ما الضعيف ما عندوش الحق في العيش، الضعيف، وعندما اقول ضعيف يعني ضعف الثقافة وضعف العقيدة وضعف النفوذ والأسلحة والجيش وضعف الدولة، يعني بأتم يعني دون توت سي كاباسيتي دون توت سا 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 فورم جينيرال داكور، حتى الضعف الاقتصادي يعني يرجعك انت تطلب داكور. هذه هي الأشياء اللي بغيت يعني ننوه إليها، هذا يعني البند الأول، النقطة الأولى. لكن نزيد ندير فيديو واحد اخرى باش ما نطولش عليكم، يعني ندير دي فيديو تاع نص ساعه، ديجا 25 دقيقه سي ديجا بوكو. الوغ دونك نحبس هنا فيما يخص هاد الناس الامرين الناهيين بديك الطريقه الشنعاء
وشفناهم يعني كيفاش يديروا الموالينا في 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 موسم الحج، يدمروا شوائب كبار، روح منا وروح منا، ليس قمع. هذاك ما عرفتش تنظم، ما عرفتش تنظم، هذاك شي شغلك بصح ما تضربش، ما تدمرش الحجاج، هذاك حاج، هذا كيفاش تدمره انت يا شكون؟ ها، وهذا يعني مرآة للحاكم، يعني مرآة للحاكم الجائر، الجائر الذي لا يسمى. يعني هذه هي، انا اقول اشياء يعني كما هي، يعني اللي يبغى واو واللي كره كره. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، يعني نكملوا مع يعني الأسئلة الأخرى، التساؤلات، تساؤلات راه باقي ثلاثة تساؤلات. داكور، شكرا.